تابعوا أيها السادة، بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة الدنيا حر قوي، طبعا بهزر، انتوا عندكوش فكرة انا قاعدة متكتكة ازاي في وقت المصحف، رجلية منملة من كتر البرد، بس ما علينا. مساء الخير والسعادة والهنا وكل الحاجات الحلوة. النهاردة بقى انا عايزة اتكلم معاكو في حاجة ما بتحصلش كتير اليومين دول، ما بتحصلش كتير. ايه ما بتحصلش كتير؟ لا دي ما بتحصلش خالص اصلا اساسا. عمركم سمعتوا عن حد بيتبرع ب 99% من سرته؟ اتفضلوا. اللسان كمان بعد عنكم منمل، البرد وربنا يا استاذ. بيتبرع ب 99% من سرته وهو عايش؟ طب والله العظيم ثلاثة الكلام ده حصل فعلا. في واحد اتبرع ب 99% من ثروته لاعمال الخير. الراجل ده هو الأخ مارك، صاحب ومبتكر الفيسبوك. الأخ مارك كتر الله من أمثاله، أول ما ربنا رزقه ببنوتة حلوة وزي القمر قرر إنه يتبرع ب 99% من ثروته اللي بتزيد عن 45 مليار دولار لأعمال الخير. وقال إنه عمل كده عشان مستقبل بنته واللي زيها. طب زم يا جماعة، شفتوا حاجة زي دي قبل كده؟ طبعا لا. ممكن واحد سماوي يقولك يا عم تلاقيه على باب القبر وبيشتري اخرته، هرده عليه واقوله لا ده في عز شبابه. ممكن واحد تاني من نفس العينة يعني يطلع يقول ايه، تلاقيه اكتشف ان عنده مرض خطير وميؤوس منه، برضو هرد عليك واقولك زي اللي قابله. الراجل بسم الله ما شاء الله صحته زي البوم. للأسف هو ده الكلام اللي احنا هنسمعه وبنسمعه، لأن عندنا دايما حالة توجس من أي واحد بيعمل حاجة كويسة من غير غرض أو منفعة. ما بقاش عندنا ثقة إن لسه في بني أدمين بيحسوا بالغلابة، وإن لسه في بشر بيساعدوا المحتاج من غير غرض. وهو ده الفرق بيننا وبين الناس اللي بنقول عليهم خواجات وكفار وما عندهمش دين ولا أخلاق. هما بيساندوا الفاشل لحد ما ينجح، وإحنا بنحارب الناجح لحد ما يفشل أو يطفش. نفسي بجد يكون عندنا مليون واحد زي الأخ مارك. مش هقول يعني يتبرعوا طبعا ب 99% من ثروتهم، لا كفاية عليهم 1% بس. صدقوني لو هيبقى عندنا فقير، لا هيبقى عندنا فقير ولا محتاج، وربنا كده هيبارك لهم في بنوتاتكو. يا خواجة ربنا يبارك لك في بنتك يا رب يا خواجة مارك، ويسعدك زي ما انت هتسعد الملايين بالفلوس اللي اتبرعت بيها. يعني يا رب تكون الرسالة وصلت. بس هنفضل نهاتي لحد ما الرسالة توصل. دي الحاجة التانية. ربنا يحفظنا يا رب من كل سوء. مرض السكر والسمنة من الأمراض المزمنة وبتسبب معاناة فظيعة في حياة المريض طول العمر، وبتسبب أمراض تانية كتير زي تصلب الشرايين والضغط والتهاب الأعصاب الطرفية والشبكية العين والتهاب الكلى وأمراض غيرها كتير. والنهاردة هنتكلم عن عملية التحويل المصغر للمعدة
وازاي بتعالج السكر والسمنة وبتقضي تماما على مرض السكر بدون اي مضاعفات، وازاي مريض السكر بيرجع شخص طبيعي جدا وبيوقف أدوية السكر تماما وبيتجنب جميع المضاعفات المصاحبة للسكر والسمنة. محدش طبعا يقدر يكلمنا عن المعاناة اللي بيعانيها مريض السمنة والسكر غير شخص كان مصاب بيهم، وعشان كده هيكون معانا النهاردة إن شاء الله تجربة حية لنجاح هذه الجراحات ودليل على بداية انقراض مرض السمنة والسكر. هنشوف مع بعض الأستاذ محسن محمود اللي كان بيعاني من تلك الأمراض، وهيكلمنا عن المعاناة اللي كانت قبل العملية وحالته بعد العملية. وطبعا بيرجع الفضل لربنا أولا ثم للدكتور اللي مشرفنا دايما في المؤتمرات الدولية وجعل اسم مصر في الصدارة بين دول العالم في هذه الجراحات، وهو أستاذ دكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر اللي هيشرفنا برضو النهاردة. وهنتكلم معاه عن الحالة وهيرد على كل استفساراتكم إن شاء الله. وطبعا علشان السياحة والجهود الكبيرة اللي بتبذلها الدولة لرجوع السياحة كما كانت، هيكون معانا النهاردة الخبير السياحي الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، واللي هيكلمنا على الحفل الكبير المنظم في سانت كاترين يوم 8 و9 من الشهر الجاري بحضور عدد من سفراء وقناصل الدول الأوروبية ووسائل الإعلام العالمية والمحلية وعدد كبير من نجوم الفن والسياسة في مصر. يا رب كل المجهودات والتحركات تيجي بنتائج إيجابية وترجع السياحة تاني تنور مصر. ودلوقتي قبل ما نطلع للفاصل أرجع أفكركم التكافل الاجتماعي يا جماعة. الرجل اتبرع ب 99% من ثروته. أنا ما بقولش كده بس بقول جزء صغير، والله الجزء الصغير ده هيسعد ناس كتير قوي. أنت تخيل لما واحدة تبقى موقفة جوازها على حاجة بسيطة، على انتريه، على أنبوبة بوتاجاز، على تلاجة، دي حاجة بالنسبة للناس اللي ربنا كرمهم ومعاهم فلوس، مش بقول فلوس كتير بس فلوس مع يعني معقولة. لو اتبرعوا بحاجة الصغيرة دي شوف السعادة اللي هتبقى فيها البنت، وشوف السعادة اللي هيبقى فيها أهل البنت كمان، وهيدعو لك إزاي، وإن أنت هتكون السبب في إن أنت بتسطر بنوتة جميلة أختك أو بنتك. فياريت نشد حنا شوية في التكافل الاجتماعي يا جماعة، زي ما الحمد لله رب العالمين ربنا سبحانه وتعالى منعم علينا برجل يعني أنا مش عارفة وصفة أقول عليه إيه، طيبة وجدعنة وشهامة وبيعمل خير كتير قوي، ولما بيعمل الخير ما بيقولش أنا هعمل كذا ولا كذا، اللي هو متبرع لنا كل شهر برحلة عمرة لغير القادرين على أداء هذه الفريضة. وكمان بشكر وكل مرة لازم أشكره أستاذ خالد سرحان الممثل، ويا رب يا خالد تبقى قدوة لجميع العاملين في الميديا عندنا من ممثلين مخرجين منتجين. دي رحلة عمرة يا جماعة مش هتكلفكم كتير والله، بس تخيل بقى وهم هناك بيأدوا الفريضة دي هيدعوا لك قد ايه. وطبعا جايزة الأم المثالية، أو أي حد من العيلة شايفينه أنتوا مثالي راجل أو ست، وإن شاء الله الجايزة هتبقى 5000 جنيه. دلوقتي بقى نطلع لفاصل ونرجع تاني نشوف فقرتنا، وطبعا مستنية مشاركتكم واتصالاتكم على التليفون الأرضي والدولي والأس أم أس. ودلوقتي يا جماعة مع فقرتنا اللي كانت هتجنني من الأسبوع اللي فات، معانا طبعا دكتور أحمد السبكي أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر. النهاردة مشرفنا، مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، ازي حضرتك؟ بعد شر عليكي من الجمهور.
لا والله اصل حاجه غريبه يعني، وهو الدكتور اصر على انه نستضيف معاه ومعانا الاستاذ محسن محمود اللي كان بيعاني من تلك الامراض، وهيكلمنا النهارده عن معاناته اللي كانت قبل العمليه وحالته بعد العمليه. مساء الخير يا استاذ محسن، حضرتك منورنا ومشرفنا. الله يسلمك. وانت كنت بتقول لي قبل ما نطلع هوا انا باكل بسبوسه وايس كريم ومعالي ومكرونه وشوكولاته حاليا. صحه وهلا والله. الله يسلمك. دكتور احمد، طيب معلش عايزين بس حضرتك بعد اذنك تعيد بايجاز. طبعا انا عارفه ان في ناس كتير قوي سالتك على العمليه دي، وكانت هي بالنسبه لهم طوق النجاه يعني، فبرضه تكلمنا حضرتك عن العمليه قبل ما نتكلم مع الاستاذ محسن. بص حضرتك، هو ده الحلم اللي طالما مرضى السكر دوروا عليه. مريض السكر بيفضل طول حياته بيعاني الامرين، سواء من السكر او من المضاعفات بتاعته. ايوه. بيأثر عليه صحيا، ويلاقي نفسه عنده ضعف عام في جسمه، مجهوده قليل، دايما عنده شبح خايف منه، دايما قلقان ان هو ياكل، السكر عالي، هاخد حقنه، هاخد قرص، بدا مشاكل المضاعفات، بدا القلب، بدا الاطراف، بدا قصور الدوره الدمويه، بدا بعد الشر مش عارف باتر، بدا غسيل كلوي. سيناريو اللي شاف والده او والدته بيمر بيه دايما بيبقى عنده هاجس ورعب ان هو لا قدر الله الدور جاي عليه، وانه ممكن يعرض لهذا الحياه البائسه يعني. أيوه. العمليه بتغير السيناريو ده تماما، بتنقل الانسان من مريض عايش حياته كلها بيواجه وحش كاسر بيهجم عليه، لإنسان عايش بأمان وسلام، الحمد لله مفيش سكر، مفيش ضغط، مفيش كوليسترول، كل أمراض العصر بتروح تماما بالعملية. المريض بيقدر ياكل براحته، ويقدر تخيلي مريض السكر لو كان معزوم في مكان، شوفي بقى الحرمان، وإن هو لازم ياكل حاجة معينة. أيوه. ويلاقي الناس كلها بتقول له أنت بالذات ما تاكلش، وكل حاجه الفلانيه، ويبقى واخد معاه الانسولين بتاعه، حياه صعبه جدا. لو خصوصا بعد اذن حياتك الشباب. طبعا. يعني 16 و17 سنه بيروحوا حفلات، بيروحوا اعياد ميلاد، بيحسوا ان هم مختلفين عن الاخرين. بالظبط. وده بيدي بالزبط. نوع من الانطواء والحاله. أيوه. النفسيه. أيوه. تاثير السكر على الحاله النفسيه لا يقل اهميه عن تاثيره على الحاله الصحيه. لما طلعت عمليه التحويل المصغر وبدانا نتكلم عنها، وبدأ الناس تتشجع وتعمل العملية، بدأوا فعلا يحسوا ان حياتهم، يعني دي الكلمة اللي دايما بسمعها، انا حياتي اتبدلت من اتجاه لاتجاه تاني اخر تماما. شخصيتي اتغيرت من طريقة لطريقة، تفاؤلي واندفاعي في الحياة اختلف تماما. كل ده بتحققه عملية بسيطة بتضيع مرض السكر ومضاعفاته وتأثيراته، سواء على الحالة الصحية او الاجتماعية او النفسية. تمام. استاذ محسن، حضرتك كنت مريض سكر بقالك كام سنه؟ حوالي يعني. انا مريض سكر على جل 30 سنه. 30 سنه، 30 سنه كنت بتعاني من مرض السكر. حياتك بتاخد كام وحده في اليوم؟ عفوا. اتفضل. انا بدت معايا قبل السكر السمنه. بديت اسمن ووزني يزيد شويه شويه، و متركز الوزن حول البطن. ايوه. بعدين بديت مشاكل السكر، لاحظت انه ما بنام كويس، بتردد على دوره المياه، كشفت كذا، قالوا لي عندك سكر، حنبدا باقراص كل كفاش 500 ملي جرام. ايوه. واحده حبه في اليوم. تمام. وبسرعه جدا، سبحان الله، في ناس يمكن يطولوا شويه، انا في خلال سنتين من 500 ملي جرام وصلت للانسولين. من جلوكوفاج ومن الحبوب المنشطه للبنكرياس لافراز انسولين. أيوة. بعده انواع، عده اصناف كمان. أيوة. في نوع اللي هو قبل الغداء مباشره، في نوع اللي يشتغل 24 ساعه، في انواع كانت حتى مش موجوده في السعوديه، اجيبها من المانيا. وبرضه وصلت للحد الاقصى، ما في فايده، انسولين يعني انسولين. وكنت محافظ حضرتك على الاكل وكده؟ محافظ على الاكل، واكلي صحي يعني، لا زيت، لا سمنه، لا زبده، لا قشطه، لا كريمه، لا كل الحاجات اللي هي فات او. أيوه. او سكر، ما في تماما. وبالرغم من كده السكر عالي عند حضرتك نسبته؟ من الهواء بيعلى. وبدينا في الانسولين برضه، بديت بخمس وحدات من السريع المفعول، بعدين 10 وحدات، 20 وحده، 30 وحده،
40 وحده 50 وحده في اليوم. بعدين بدت كمان عشان سكر الصايم يطلع واطي فيه السكر اللي هو ممتد المفعول بالليل باخذه. ايوه الابره الساعه 8 يعني الساعه 8 كل يوم دي اللي ممتد المفعول 24 ساعه. ايوه عشان لما اصحى الصبح السكر الصايم يكون واطي. ايوه وبديت برضو 10 وحدات 12 وحده 15 وحده 50 60 وحده. ايوه من البطيء والسريع المفعول وصلت الى 60 وحده مع كل وجبه. ده كتير جدا على فكره. وباخذ جلوكوفاج باخذ وراه كبيره طبعا. كنت باخذ جلوكوفاج مع كل وجبه 1000 ملغ وباخذ نيوروبيرون وباخذ ليبراتور عشان الكوليسترول عشان السكر الدهون والكوليسترول وباخذ دواء بيلخبط كله وباخذ دواء للضغط كونكور باخذ باخذ اسبرين اطفال وحياتي كلها عباره عن برنامج من الادويه. النوم مش مريح، الاكل مش مريح، النفسيه مش مريح، السكر يخلي الواحد عصبي، العصبية تهيج القولون، القولون يسبب ألم، الألم يخلي الواحد عصبي، العصبية تزيد السكر والدائرة شغالة باستمرار. أيوه يعني من ديل ديل دي رايح جاي على الألم وعلى السكر يزيد والألم يزيد والسكر يزيد. أيوه باخذ مسكنات للقولون، باخذ مسكنات للمعدة، باخذ الحموضة، الحموضة هلكتني. أي حاجة أكلها عندي حموضة. يعني شنطة الأدوية اللي بنشوفها مع ناس كتير صح. وبعد الأكل بعد الأكل لازم أجلس كده مرتفع عشان ارتجاع الحمى في المريء. طيب وبعدين نوم مش مريح، أكل مش مريح، حياة مش مريحة. بدت إصابات السكر الجانبية. أي جرح ما يطيب. عيوني بدأ فيها شوية زغللة، رحت للدكتور قال لي ها أنت عندك السكر بدأ يأثر على العين. صابني التهاب في الأعصاب الطرفية وخاصة في رجولي. أيوه. وكنت باخذ 3 أضعاف الجرعة المسموح بها القصوى من الدواء وأكون في حالة من الذهول وعدم الاتزان والارتخاء التام وعدم القدرة على التركيز وعلى التفكير بسبب الدواء ده. وأثر على الكلى كمان لأنه باخذ 3 أضعاف الجرعة عشان أسكن النار اللي في رجولي. الله يكون في عونك. ما في فايدة. شفت بعض المقاطع عن العملية وعن عملية التكميم الاثنين. طلعت في وبالون وحزام على المعدة ومش دخلت على الانترنت. أونكل جوجل عارف كل حاجة. اشرح يا أونكل جوجل. اكتب 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 ارى 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 وسألت دكتور 2 3 4 5 6 7 10 وصلت لقناعة للي فهمته انه من ميكانيكيه العمليه يمكن الدكتور يقدر يشرح اكثر مني. انه دي هي الحل الامثل للحاله بتاعت للسكر. مش للسمنه للسكر. بالرغم ان انا يعني كان وزني 146 ونص 147 كيلو. احنا معانا الصوره يا استاذ مجدي وكلها يعني يا عمي بلاش فضايح. صوره الاستاذ منصور دي يا جماعه قبل العمليه. انا شافت بطني هنا. لا والله بس كنت سمباتيك برضه. بالعكس بالماينس. فوزن وزني لا ده مش انا ده نحن. نحن الموقعون عندنا. وصل وزني ل 146 ونص او 147 كيلو وصوري يعني بالشورت بس. مفيش وزن اضافي يعني. ايوه فعلا. والالام لا تتخيلي يعني حتى انا في النوم مش مرتاح. متردد رايح جاي على الحمام الله يكرمك دورة المياه الله يكرمك كل شوية أقوم عندي نفسي مخنوق. ما هي السمنة حضرتك برضو ما أقدر أنام إلا على جنب اليمين أو الجنب اليسار وأنام والفم مفتوح عشان أخذ هواء. فشهريا عندي كورس يعني التهاب في الحنجرة وكورس أنتيبيوتكس وفيتامين سي والذي منه يعني تبع الالتهاب ده وكل شهر نغير يعني عشان لا يصير عندي يتعود على نوع يغيروا لي اياه. بالضبط. الحياه كانت مسلسل من الادويه مسلسل مكسيكي 5000 حلقه من الادويه اللي الواحد بياخذها. بعد العمليه بشهرين. طبعا بعد العمليه قالوا لي تاكل مش عارف عصير واكل مهروس بس انا بعد العمليه بشهرين لاول مره من 20-25 سنة. طب معلش أنا آسفة كنت بتاكل إيه بعد العملية بشهرين؟ عشان برضه في ناس بتبقى عايزة تعرف. أكل مهروس. كنت باكل كل حاجة أنا ما بحبش اللحوم الحمراء. تمام. بس باكل كل حاجة. يعني خضار مفتري. فراخ سمك. كله. كله. بعد العملية على طول. بشهرين. لمدة شهرين. بعد العملية بشهرين. ط-
طب قبل ما تاكل بقى الطبيعي عصير وحاجات مهروسه كذا يعني بالخلاط وكذا. اوكي. فانا ريحت نفسي شهرين عشان اعوض الحرمان عشان تدخل بعد السنين اللي انا اتحرمت بطاطس مهروسه كنت اكل بمعلقه الشاي حرمان ايه ده. المهم بعد العمليه بشهرين الحمد لله. الحمد لله وشكر الله. لاول مره انام على ظهري من 25 سنه وانام واشبع نوم ما اقوم مكتوم نفس ولا اروح دوره مياه ولا. والحمد لله الان انا وزني نزل حوالي 50 كيلو و بنام مرتاح بقوم مرتاح وعارف تلبس اللبس اللي انت عايزه والكل. كنت محروم اخش اقف قدام المكان 3 اكس لارج ما فيش معي لازم اخذ تفصيل وما يطلع حلو يعني مش مريح مش مريح. طيب سؤالي بقى للدكتور احمد اول ما جالك الاستاذ محسن اتفضل فهم وقفت جميع انواع الادويه كنت باخذ 8 انواع نوعين الانسولين وستة انواع من الادويه بما فيها دواء القلب دواء الضغط قبل العمليه بيومين وقفت كل الادويه والحمد لله الى الان بعد العمليه اخذت جلوكوفاج 3-4 شهور بس اللهم لك الحمد والشكر لك كله الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر لك وباكل ما اشاء وقت ما اشاء بكميات نعم مش كميه يعني لا الحمد لله كميه مجديه يعني ممكن 6-7 وجبات في اليوم باكل لازم ياكل 6-7 لا خالص احنا ما بنحطلوش اي قيد في الاكل بس هو حجم المعده بيسمح له ان هو ياكل وجبه معقوله ويشبع مش هو اللي بيوقف نفسه هي بيشبع زيه زي اي شخص طبيعي ويجوع بعدها 3-4 ساعات وياكل يعني هو ممكن يكون بياكل اكتر من الشخص الطبيعي في مجمل اليوم لكن ويكتر حلويات يكتر سويتس يشرب عصاير كل ده والسكر عمره ما يعلى تاني وهو عمره ما يتخن تاني يعني تخيلي ما فيش عمليه كانت بتادي ان المريض يكتر كل حاجه وبدون كنترول وبرضه بيخس وما زال بيخس حتى الان يعني احنا ليه قلنا حاله استاذ مراد عشان خاطر الصعوبه اللي حضرتك شفتيها ان ده قمه المشاكل اللي بتعاني منها او بيعاني منها مريض السكر تمام احنا وصلنا للقمه 180 وحده انسولين في اليوم غير مع كل حاجه بيزودها ياخد 20-30 وحده غير الاقراص الماكسيمم دوز مفيش حد بياخد كده طبعا حتى مع الجرعه العاليه دي كان سكره يبقى 300 واكتر يعني حتى الجرعه دي ما كانتش مظبطه السكر وده اللي احنا بنقول عليه ان الموضوع مش موضوع بنكرياس وبيطلع انسولين بدليل ان بعد العمليه مباشره الدنيا اتقلبت تماما وبدا يزود في الاكل احنا بندي للمريض نظام غذائي لمده شهر يبدا بعصاير ويخش في اكل مسلوق ومهروس على اخر الشهر بياكل عيش بياكل خضار بسيط من تاني شهر بنقول له انطلق وكل اللي انت تحس انك عايزه الحاجه الثقيله اخرها لشهر كمان والحاجه العاديه كلها يبتدي هو يمر بالمراحل دي تاني شهر بعد كده عادي بقى كل الاكل بياكله عادي طب السؤال يا دكتور بعد اذن حضرتك هيفضل يخس يعني طب هو بياكل معقول تمام الاكل اللي هو ما يخسسوش قوي يعني يخليه محتفظ بالوزن ده لكن يفضل يخس بقى هو اي حد بياكل الاكل اللي هو بياكله استاذ محسن دلوقتي هيتخن هو العمليه بتعمل ايه بيخس مثلا اول شهر 18-20 كيلو تاني شهر يخس 15 تالت شهر يخس 12 رابع شهر يخس 10 هو دلوقتي بيخس في الشهر كيلو او كيلو ونص بعد شهرين تلاتة هيخس نص كيلو بعد سنة خلاص هيثبت تماما ايوه ما ده اللي انا بسأل عليه ويبقى مهما اكل ومهما زود هو خلاص وزنه ثابت طيب لو حد عمل العملية دي وكان يعني جسمه معقول تمام برضه هيخس ال 15 وال 12 ده هو ده بقى التسلسل هو ده بقى ميزة العملية دي اللي بتفرقها عن أي عملية أخرى للسمنة إن العملية وزي ما شرحناها قبل كده فيها تصغير جزء من المعدة أقدر أتحكم في حجم المعدة حسب وزن المريض أنا يهمني أعزل الجزء اللي عامل لي مشاكل السكر الجزء ده ممكن يبقى 10% من حجم المعدة ممكن يبقى 20% من حجم المعدة حسب الحالة اللي حضرتك بتشوفها بالظبط وأسيب 80% ما عنديش مشكلة والمريض ياكل وخد فايدة السكر لكن بنقول إن الحد الأدنى للخسية بتبقى في رينج 10 كيلو فبنقول للناس لازم يبقى وزنه زايد عن طوله على الاقل ال 10 كيلو عشان لو خسهم
يبقى هو مثالي ما نبقاش صلحنا السكر ومشاكله وخسسناه زياده، خصوصا انه مش هيعرف يتخن. ايوه ما هو ده اللي انا فلازم بنشترط على الناس. عشان كده بيجي لنا ناس ونقول لهم للاسف العمليه ما تنفعكوش، عشان الوزن قد الطول مباشره، وبالتالي لو عملنا له العمليه هيخس 10 كيلو، يبقى حصل له سوء تغذيه، يبقى صلحنا حاجه بس ضررناه بحاجه. يعني لا يعني طب هم مثلا فضل حضرتك 10 كيلو دول لا شيء. ما هو ايوه طبعا معناه 165 كيلو وزنه مثلا 75 او 80 كيلو بالظبط. ده يعني ده بالنسبه لنا في شعوبنا ده الوزن المثالي. ايوه اللي هو يعني زايد 10 كيلو بس كده. طب هو يروح يتخن بقى ويجي لحضرتك ولا ايه؟ احيانا بنعمل كده لما يبقى فعلا. الحاله فعلا تستدعي والمريض بيبقى دايما المريض خايف انه يخش في مرحله الانسولين، يعني بياخد اقراص وبيهرب من الدكاتره عشان عارف ان السكر مش متظبط وبيخس وبيتعب، وعارف انه لو راح للدكتور هيقول له انت خلاص كده الاقراص مش هتنفع لازم تقلب انسولين. لما بننقله على انسولين شهرين بيزيد ال 10 15 كيلو، بترد الصحه الانسولين، بيحسن الحاله الصحيه في بدايه ما يتاخد بعد الاقراص. المريض ممكن يخس في حدود 10 يتخن 10 15 كيلو بعد بدايه الانسولين بشهرين ثلاثه. نعمل له العمليه ينزل الوزن ويوقف انسولين ويوقف اقراص، الشهرين ثلاثه انسولين دول ما يفرقوش معاه خالص. احنا لغايه 10 سنين انسولين ان شاء الله النتيجه مضمونه 100% ان السكر يروح، فمش هياثر على العمليه ومش هياثر عليه سلبي. استاذ طب بالنسبه للاستاذ محسن، الحاله مش وراثيه او ممكن تبقى وراثيه؟ بص حضرتك حتى الحاله الوراثيه ولا ما كانش في، هو انا جاني السكر وانا عندي 42 سنه او فوق ال 40 يعني. لا مش النوع الاول لو حضرتك تقصدي، لا ده النوع الثاني، لكن ممكن يبقى الفاميلي هيستوري في الاب كان عنده الام كان عندها، كل ده ما ياثرش برضه. العمليه اقوى من كده بمراحل. العمليه بتنشط البنكرياس، بتزود السنسيتيفيتي او حساسيه الجسم للانسولين، يعني الوحده اللي كانت موجوده في الجسم تشتغل ب 10 طاقتها. بتمنع امتصاص السكريات والدهون والنشويات بنسبه 75%. يعني حضرتك لو كلتي مثلا رغيف عيش كانك كلتي ربع رغيف. لو كلتي وجبه كانت ترفع سكرك 400 بعد العمليه تخلي سكرك 120. يعني انت اصلا مش محتاجه مزيد من الانسولين. تضيفي على كده بقى ان البنكرياس بتاعك بقى نشيط ويقدر يتحمل اي نسبه زياده زي اي شخص طبيعي. خلاص طبيعي بقى. لا انت بقيتي احسن من الطبيعي. كمان الطبيعي في ناس طبيعيين لو كتروا حلويات وعصير وشوكولات تلاقي السكر عالي شويه، يقول لك لا لازم ما كترش عشان ما اخدش ادويه. لا ده عنده باك اب، عنده فلتر بيمنع امتصاص السكريات والدهون. لو زود كل او 75% من اللي اكله مش هيمتص. وحياتك كنت لنا المره اللي فاتت ان الاطفال بدايه من 14 سنه. النوع الاول احنا بنقول ان ده ضمور تام في خلايا البنكرياس، ما هوش مجرد ضعف. وبالتالي النتيجه بالنسبه لهم ما بتبقاش 100%، تبقى 75%، ودي راجعه لعدم امتصاص السكريات والدهون. فلو هي مثلا بتاخد 100 وحده تاخد 10 وحدات او 15 وحده بس، بتتفادى المضاعفات. المضاعفات ما هي بتتفادى الارتفاع الشديد للسكر والهبوط بتاعه بالظبط، بتتفادى الحياه يعني أسوأ حاجة ممكن تواجهيها النوع الأول من السكر الحقيقة، بيصعبوا علينا جدا. ونتمنى إن شاء الله في الفترة اللي جاية لو خلايا الجذعية قدرت تساعد معانا ب 20% بس السكر يروح خالص بإذن الله. أستاذ محسن طبعا إحنا اتفضل. أنا هو الحقيقة الدكتور قال كلمة، قال إنه السكر بيهاجم المريض. أيوه. السكر هو وحش لكن يتسلل ولا يهاجم، ويتوغل كده في الجسم ويبتدي ياكل على مهله. دي نظرة فلسفية بقى طبعا. لا هي حقيقة على فكرة، هو اللي حس بيه يعني. وبعدين إذا هاجم قتل. يعني الجلطات اللي بتحصل بسبب السكر، الإغماءات اللي بتحصل، حتى والناس بتسوق العربية أحيانا يكون بيسوق وهو عنده سكر تجيله حالة إغماء، بيحصل حادث يا لطيف. الاعتلالات اللي أو الأمراض أو الإصابات الناتجة عن السكر إذا وصلت لحد التلف لا تعالج. لا تعالج. الإصابات نوعين، نوع يعالج ونوع لا يعالج. أيوة صحيح. إصابات السكر لا تعالج ولا أحد يستطيع أن يعالجها إلى الآن، العلم لم يتوصل إلى علاجها أو ترميمها، وخصوصا تلفيات الشبكية، تلفيات الشرايين، تلفيات الصمامات، التهابات الأعصاب لو وصلت لتلفيات الأعصاب انتهت طبعا.
يعني استغفر الله والحمد لله اللي نجانا مما اصاب به كثير من المسلمين. السكر لا يستهان به، وانا يعني والثقافه الطبيه عندنا مش كافيه. ايوه يوجد ولكن مش كافيه. الشخص اذا ما يهتم يقرا ويتعلم ويثقف نفسه ما ما بس على فكره انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، انا لما كنتش تقابلت مع الدكتور احمد وتقابلت مع حضرتك مثلا وحكيت لي انت عملت عمليه وكذا وبتاع، انت اكتر حد اكتر من القراءات كمان. انا عانيت الامرين. ما عشان كده بقول لحضرتك ان انت ممكن بقى تشرح لي تقول لي هل انا كنت بقى بيحصل لي كذا وكذا وكذا ودلوقتي بقى كذا. يعني الناس بتحب تسمع من اصحاب التجارب، تجربه واقعيه بالظبط يعني كده. احنا بنعيش مسلسل بالظبط من المعاناه ثم التخلص من كل هذه المشاكل بالظبط. ما عشان كده النهارده احنا استضفنا استاذ محسن، نقول لك الحمد لله على سلامتك وربنا يديم عليك الصحه والعافيه يا رب. استضفناه عشان الناس تسمع من حد مر بالحكايه دي. وبرجع اقول بكرر كلام دكتور احمد، ان لو حد كان عنده سكر من الدرجه الاولى وكان بياخد انسولين بقاله كتير وعمل العمليه هيفضل برضه ياخد انسولين، بس مضاعفات السكر هتختفي. هتختفي وهياخد جرعه بسيطه والسكر مش هيعلى زي ما بيعلى. النوع الاول ممكن يوصل 500 و600 بدون سبب. بالظبط كده. ممكن يهبط يبقى 50 و60 فجاه. تمام. لا، هتلاقي السكر كله محصور ما بين 100 200 210، ياخد 5 وحدات، ياخد 10 وحدات، يلاقي السكر في الرينج الطبيعي زيه زي اي شخص. والمضاعفات يا دكتور. والمضاعفات ما خلاص حضرتك طالما السكر خلاص طبعا بتروح. بالظبط. بيتفادى منها خالص. بالظبط. دي 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 اخطر حاجه مضاعفات. اتفضل يا فندم. الناس اللي بتاخد انسولين احيانا بتشم ريحه، يعني تتشم ريحه الانفاس بتاعتهم زي الاسيتون كده، كريهه. اسيتون او كيتون. ايوه ده ليش؟ لانه الظاهر انا كما افهم يعني انه الانسولين بيروح بيضرب بعض الخلايا الدهنيه بيفتتها وتطلع منها الحاجات دي. ودي سموم. دي سموم بتتلف الكبد، بتتلف الشرايين، الصمامات، القلب. والناس يعني لمؤاخذه يقول لك يا سيدي الله على البركه، ربنا ان شاء الله هو الشافي. ربنا يشفيك ويتم شفاك على خير يا رب ان شاء الله، ونشوفك في احسن حال ان شاء الله. الحمد لله. دكتور احمد احنا طبعا مش عارفين نشكرك ازاي، لان الحقيقه يعني حضرتك بتقدم خير للناس. حضرتك قلت برضو المره اللي فاتت معلش انا بعيد عن الناس، انه ساعات ما بتستلزمش جراحه، ممكن بالمنظار طبعا. ممكن بالمنظار، فما بتسيبش اثر للستات اللي هم خايفين يبقى عندهم اي علامات. وجروح السكر بنقلق منها. المنظار طبعا اضاف طفره، والحمد لله يعني ان شاء الله تبقى دي نهايه السكر في يا رب. في 95% من الحالات على الاقل. وربنا يديك الصحه. ربنا يخليك. وربنا يكرمك كده زي ما بتكرم ناس كتير قوي. والله يا دكتور احمد بجد ميرسي يا فندم، انا اللي اسعد يا فندم. نشكر استاذ محسن جدا، بنقول لك الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. وبقيت كده شاب سمارت. شاب مين يا لا والله انا عايز اقول لك على حاجه، انت اكيد نفسيا اتغيرت نفسيتك. والله الحمد لله يعني. تخيل انا كنت اعاني يعني طبعا وارتحت. امراض ومرض وتعبان وكده، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. شكرا يا دكتور احمد. شكرا جدا جدا. ودلوقتي بقى يا جماعه هنروح للسياحه، وهيبقى معانا الدكتور عاطف عبد اللطيف الخبير السياحي. يا جماعة النهاردة اللهم لك الحمد والشكر الحلقة فيها تفاؤل كتير جدا. إن شاء الله يا رب يا رب نبقى كده من القادرين على أن احنا نجعل التفاؤل بس يا ولد التفاؤل كده موجود في حياتنا على طول. تفاءلنا طبعا بكلام دكتور أحمد السبكي، وبرضه هنتفائل بالدكتور عاطف عبد اللطيف الخبير السياحي ورئيس جمعية مسافرون للسياحة. مساء الخير يا دكتور. أهلا وسهلا أستاذة هاني. أصل أنا بفرح لما بلاقي حاجة إيجابية. طبعا نفسنا ان الشعب كله كده يشوف حاجه ايجابيه وحاجه حلوه تفرحه كده، مش كده؟ طبعا. وحضرتك اكيد هتفرحنا النهارده برضه. طبعا ان شاء الله. ده دايما بتفرحنا والله باذن الله. والله حضرتك من المتواجدين باستمرار في سيناء الشماليه والجنوبيه. الجنوب كمان بالذات دلوقتي يعني. هل حادث الطياره الروسيه ده اثر على تواجد هو طبعا السيحة؟ حادث الطياره الروسيه اثر تاثير كبير قوي على السياحه عموما في مصر، يعني مش بس على سيناء بس. أيوة. لكن كان ليه تاثير طبعا كبير
لما حصل واستغلته بعض الدول الاوروبيه ان هي يعني ايه يعني الطياره الروسيه وقعت، طب تعالى بقى احنا ايه نوقعك اقتصاديا شويه، نبوظ لك الموسم او نبوظ لك السيزون بتاع، لان احنا كنا داخلين على الكريسماس ونير والكيرف كان طالع جدا، وكان بدات الامور تبقى كويسه جدا في السياحه بعد ثورتين يعني. ايوه فطبعا الحادثه ديت عملت دروب جامد جدا في القطاع كله يعني. طب حضرتك عامل احتفاليه؟ انا عامل احتفال. احنا الفتره اللي فاتت الحقيقه المحافظه وسيادة المحافظ اللواء خالد فودة عمل مجهود رهيب ان احنا نبتدي نسوق ونعمل يعني في حفلات كان ليه فيه الفنان محمد منير من يومين وكل يوم فيه يعني حاجات كويسه قوي بنسوق للساحه الداخليه وللساحه العربيه اللي هي بدات تشتغل على جنوب سيناء وشرم الشيخ وكده، وبدأنا كمان بنعمل احتفالية جميلة جدا ودي احتفالية عالمية ودي بنعملها لأول مرة بالشكل ده. يعني هي كانت بتتعمل قبل كده مع المحافظة ومع كل شيوخ القبائل واللي في جنوب سيناء والجبلية بالذات اللي موجودين في سانت كاترين، بس السنة دي واخدة بقى شكل عالمي يعني معزوم معظم السفراء بالدول اللي موجودة يعني عندنا. مختلفة السنة دي وجايبين ضيوف وفي فنانين وفي كتاب وصحفيين وفي حوالي يمكن بيتغطي الفضائيات يمكن 11 قناه فضائيه مصريه وعربيه بيغطوا، في مراسلين اجانب يمكن فوق ال 50 مراسل اجنبي من دول العالم كله. الحقيقه في المحطه اللي هي الاجنبيه الفرنسيه اللي هو باللغه العربيه، في الروسيه اللي باللغه العربيه. الحقيقه في يعني السنه دي اتعمل شغل ومجهود جامد جدا من محافظه جنوب سيناء ومن وزاره السياحه ومن كل يعني جمعيه طبعا جنوب سيناء اللي برضو انا عضو مجلس اداره فيها. ايوه وعملنا شغل بحيث ان احنا هيكون في تحت شعار هيا نصلي معا، ان احنا جايبين فرق من كل يعني من روسيا ومن اليونان ومن جورجيا ومن مصر طبعا. دي موسيقى روحانية هنعملها في وسط الجبل وهيحضروها، وهنوقف هيبقى فيها نوع من الأنواع بقى الجديد بقى الشموع والإضاءة والحاجات دي اللي هتبقى في الجبل هتتعمل، والموسيقى دي موسيقى جميلة وليها طابع خاص روحانية طبعا. ده فيها معانا الدكتور انتصار عبد الفتاح الفنان العالمي المصري طبعا طبعا، ده بفرقته برضو جاي. فدي باذن الله هتكون يوم 8 و9، 8 هنكون في سانت كاترين ونبيت ونعمل الاحتفاليه 8 ونتحرك يوم 9 على شرم، بحيث ان احنا في شرم كمان هنعمل هنروح الكاتدرائيه اللي في شرم نعمل قداس للارواح كل الشهداء وكل الضحايا بتوع الارهاب على مستوى العالم كله اللي في فرنسا ولبنان. أيوة. والروس وكله طبعاً. مع السفراء ومع الضيوف ومع الوزراء. مين مخرج الوزراء؟ العرض حضرتك؟ ده مجموعه كبيره جدا بقى، كل بلد جايبه الناس بتوعها والفنيين بتوعها والاضاءه، لكن اللي بيشرف على الناحيه الفنيه بتاعه الفرق دي كلها الحقيقه يعني. طب هو بعد اذن نطلع فاصل سريع ونرجع تاني للدكتور عبد اللطيف. مين حضرتك ابرز الشخصيات اللي هتبقى موجوده ان شاء الله في الحفله؟ هو ابرز الشخصيات طبعا يعني في السفراء الدول دول يعني على راسهم طبعا، مش مدعو اي فنانين؟ لا فنانين أجانب. فنانين مدعوين طبعا، في فنانين كتير من مصر طبعا ومن من مصر المغرب المغرب مش هيجي حد، هو اللي جايين الاحتفاليه ديت فنانين المصري. احنا وجهنا الدعوه يعني تقريبا لمعظم فنانيننا والمحافظه، واحنا في الناس اللي ماسكه الحفله كلها بيتابعوا وصول الناس. هو المفروض ان كان الاستاذه يسرى والاستاذ خالد النبوي دول هيكونوا متواجدين على راس الفنانين، وفي الاستاذ عزت العلايلي طالع، الاستاذ محمد ثروت الفنان، الاستاذ ايهاب توفيق من المطربين، الاستاذ طارق علام، في تقريبا كمان الاستاذه ايمان عز الدين من طالعه، في مجموعه كبيره قوي من الفنانين
والإعلاميين كبيرة، في رئيس هيئة الاستعلامات، في طبعا سفراء كذا، حوالي يمكن أكتر من 10 دول طالعين، في من إيطاليا وفي من اليونان وفي من السنغال وفي من الأردن وفي من دول عربية. يعني في مستوى كبير قوي، بس كله بقى عمال الجماعة اللي عندنا بيرتبوا كل الحاجات دي، لأن احنا هنطلع بالطيارة، واخدين طيارة كبيرة، هنطلع على شرم ومن شرم ننزل على كاترين إن شاء الله. بإذن الله نحضر الاحتفالية سلامة يا رب، ونوصل ونعمل حاجة دي، لأن حضرتك سانت كاترين مدينة ذات طابع خاص. يعني أيوة. يمكن أنا برضو من خلال برنامج حضرتك، أن المدينة دي مدينة من أقدس المناطق على مستوى العالم طبعا. وأنا بأناشد كل المصريين وكل العرب وكل العالم ان هم يجوا يزوروا، لان دي يعني منطقه ما فيش منطقه زيها في الدنيا بالزبط. الحقيقه يعني ما فيش منطقه في الكره الارضيه الله تجلى بنوره وادى الوصايا العشره لبشر، ده لسيدنا موسى في الارض في الوادي المقدس وعلى جبل موسى. فالمنطقه فيها مميزات كبيره جدا جدا جدا، وفيها روحانيات رائعه، بس انا يعني شايف ان هي مش واخده الدور والحق. ان هي يعني انا كنت عملت في 2010 مؤتمر في اليونسكو، منظمه أي. اليونسكو في باريس، عن سانت كاترين في جوه المنظمه. بعت لهم وبعت للسفير بتاعنا اللي موجود في داخل المنظمه، وقلت له انا عايز اعمل حاجه عن كاترين وعن سينا. فرحب جدا واتصل برئيسه منظمه اليونسكو، رحبت جدا وحضر المؤتمر اللي احنا نظمناه ده اكتر من 700 سفير دوله. حضرتك سفراء ودبلوماسيين من كل انحاء العالم حضروا، عملنا حاجه عن جبنا بقى علماء من كل يعني من اليونان ومن ايطاليا ومن سويسرا ومن فرنسا، وانا كنت واحد منهم وعملنا المؤتمر ده، واتكلمنا عن سينا واتكلمنا عن سانت كاترين واتكلمنا عن الدير، من اقدم الاديره على مستوى العالم، الدير اللي جواه جامع، يعني جامع مع كنيسه في منطقة جميلة، يعني جميلة. الحب والتلاحم والسلام اللي موجود في المنطقة ديت، أنا يعني بالزبط. بقول يا ريت كان البرنامج كمان يطلع من هناك وكان الناس كلها تيجي، لأن المنطقة يعني ده تخيلي حضرتك تمشي في منطقة الله تجلى بنوره على جبل، والجبل ده خر من كتر من نور ربنا، ولما سيدنا موسى مشي وتاهوا وبيدور على حاجه ياكله او يشربه او كده، ولقى الشجره المباركه او شجره العليقه، ان هو حس ان في قبص من يعني في نار، شاف نار، فقال لهم انا رايح اشوف في نار هنا، يبقى في ناس عايشه، انا حاول ان انا ايه اشوف لو في ناس بتاكل او بتشرب او عايشه، عشان احنا تايهين في سينا. فراح للشجره ديت، الشجره دي عمرها فوق 3000 سنه أيوه. وموجوده لغايه النهارده، يعني الناس تيجي تشوفها وتشوف العظمة بتاعت الشجر ديت، الشجرة ديت اللي موجودة عمرها 3000 سنة وملهاش جذور في الأرض، هي جذورها في الجبل، يعني الجذر بتاعها في الجبل، وبعدين خدوا من الشجرة ديت الورق منها وراحوا حاولوا يزرعوه في دول لا. كتير جدا يعني خدوا ورق من ده وحاولوا أو فروع يعني ناس اجانب وكده، وحاولوا ياخدوا البتاع ده ويزرعوها في اي حته، الشجره دي الوحيده صحيح. اللي طالعه في الحته دي ايوه، وما طلعتش تاني في حته تانية، استحاله تطلع في اي حته تانية، في اي حته تاني، ان هي دي اللي كانت دليل لموسى انه يوصل للمنطقه ديت، و و و و و و الله سبحانه وتعالى يكلمه في المنطقه دي. فمنطقه جميله ومنطقه روحانيه، واتمنى ان شاء الله. طب توقعات حضرتك بقى لنتائج الحفل، وخصوصا انها منقوله تقريبا على جميع وسائل الاعلام. هي منقوله على الحفل، اعتقد ان هي هتعمل شغل كبير جدا ان شاء الله، لان في اهتمام لما انا بنعمل مؤتمر او اي حاجه عن سانت كاترين وعن سينا، بنلاحظ ان العالم كله بيحترم جدا المنطقه دي. وقبل المشاكل ديت كنا في حركه غير عاديه من ناس علماء، يعني احنا كنا بنجيب علماء بنجيب جامعات العالم كله، من امريكا، من انجلترا، من سنغافوره، من الصين، بيجوا يشوفوا المنطقه دي، لان المنطقه دي بالنسبه لهم موجوده تاريخيا وحضاريا ودينيا، لان موجوده بالنسبه في الاديان الثلاث، هي موجوده مذكوره في الكتب السماويه. فكل العالم بيجي للمنطقه ديت،
واحنا كنا بنفكر ان احنا بنعمل مركز ثقافي عالمي. احنا طبعا يعني بناخد الموافقات من يعني السيد المحافظ بيجري ان احنا نعمل مركز ثقافي عالمي هناك يضم، يبقى ده مركز بيضم حضرتك، يبقى نوع من رسالة سلام للعالم. في بقى كتب وفي تاريخ وفي والله يا ريت يبقى مجموعة فنادق ومطاعم يعني ومكتبات طبعًا تحكي طبعًا تاريخ المنطقة طبعًا. يعني المنطقة فيها حاجات جميلة، يعني جنوب سيناء مش يعني مش شرم بس ومش دهب بس ومش طابا بس ومش نوبع بس لكن انا عشت حياتي كلها هناك الحقيقه يعني. وبعدين التلج بينزل هناك برضو، يعني ممكن نلاقي تلج دلوقتي ننزل والجبال كلها تبقى بيضه لان بترتفع 1500 متر عن سطح البحر. ده لا يعني اخواننا وحبايبنا المسيحيين هيفرحوا قوي بالكريسماس اما اشوف التلج. اشوف التلج بقى وكده. وربنا ان شاء الله يوديكم الف سلامه ويرجعكم لينا بالف سلامه يا رب. الله يخليك. وشكرا للدكتور عاطف عبد اللطيف الخبير السياحي ورئيس جمعيه مسافرون للسياح. شكرا يا دكتور. شكرا يا شكرا يا شكرا شكرا شكرا. دلوقتي هنروح فين؟ هو انا ليا غيره اللي لازم يلا حسن. مساء الخير. مساء الخير. طبعا النهارده معانا بقى الشيف حسن حسونه. النهارده بيشرفنا وينورنا زي كل يوم طبعا حقيقه يعني. والله العظيم يا حبيبتي حبيبتي انت بتسعدني وانا بس بقعد استنى الفقره حبيبتي لان الفقرات اللي يعني اللي قبل كده بتديني نوع من التفاؤل كده، وان شاء الله يا رب تبقى حياتنا كلها مليانه تفاؤل يا رب يا رب يا رب ربنا يسعدك. وبعدين باجي بصراحه بختم بيك وختامه مسك الحمد لله. الله يبارك لك. بس ايه الشياكه بتاعت النهارده دي؟ عادي يا حسن انت ليه؟ واحمرات واخضر حركات. انت ما شفتش الجزمه الحمراء؟ لا شفتها. امال ايه؟ بس انا يا جماعه بصراحه الجزمه كانت وجعاني شويه فطلعناها اوردر تاني. طب احنا هنعمل ايه النهارده؟ النهارده يا حبيبي هنعمل لكم بقى هنعمل رز معمر بالبسله واللحمه المفرومه. شفتوا الحلاوه؟ نقول بقى المقادير: رز، لحمه مفرومه مع السجق، بصل، فلفل حامي، بصله لوحديها غير البصل التاني، وبسله وملح وفلفل وبهارات وزعتر وكريمه لباني وقشطه. قشطه يا حلاوه التخن. قشطه عليك يا معلم. هنقول المقادير تاني: رز، لحمه مفرومه مع السجق، بصل، فلفل حامي، بسله، ملح وفلفل، بهارات، زعتر، كريمه لباني وقشطه. وحسونا كمان اللي هو عمال يقطع في لحمها ده هيعمل لنا ايمونسي. ايمونسي ايمونسي بوبسي. عشان والنبي عشان في واحده مش عارفه يعني ايه. انا مش عارفه الشيفات يقعدوا يخترعوا لك في اسماء ايمونسي وبوبستي وتروسي بليكي بالزوم بليكلا. ما تقول لحمه مقطعه شرايح صغيره بس، مش اي حاجه تاني. واحده صاحبتنا قعدت تقول لك ايه؟ فاطمه؟ قعدت تقول ايه؟ قالت لك بتقول ايه؟ ايه؟ الايمونسي بقى لحمه كندوز، بصل، مشروم، فلفل الوان، كريمه لباني، فلفل اسود، ملح وزبده. هنبدا دلوقتي نعمل الرز المعمر بتاعنا. هناخد اللحمه نعصجها مع البصلايه. البصلايه ما تدوبش قوي يعني في الزبده. مجرد ما نحطها بس كده شويه تمام ننزل على طول ايه باللحمه ويستوي الاثنين مع بعض عشان البصلايه تمام تبان شويه في قلب ال. اقطع لك الفلفل ده رفيع يا قلبي؟ هتعبك والله العظيم. ما انت دايما تعبني يعني دي اول مره. مش عارف انا من غيرك اعمل ايه؟ ايه ولا ايه؟ امي بتسلم عليك. سلم لي عليها حبيبه قلبي. بتدعي لي ولا؟ والله طب تدعي لي. طب تزود الدعاء شويه اليومين دول. ركزي يما معاها والنبي. ركزي يما معايا والنبي شويه اليومين دول عشان الايام دي برد. ايه اللي علمتني الاكله اللي هي اللي احنا بنعملها دلوقتي الرز المعمر ده؟ مامه واحد صاحبي اسمه احمد حمدي. ايوه هي مش شرقيه بس عاوز اقول لك يعني بصراحه اكلت من ايديها
الرز المعمر بالبسله واللحم المفروم ده كان اول مره في حياتي اكله. حاجه بصراحه ناس يعني الله اكبر عليها. تعمل عليها شويه زيتون. زيتون اخضر ولا اخضر؟ يا نهار ابيض الله اكبر. يا معانا فاطمه. ألو. فاطمه يا بطه. ايوه الو مساء الخير. عليكم السلام. ازيك يا مدام هاله؟ ازيك يا بطاطس عامله ايه؟ انا والله احنا بنتف كلها بتحبك جدا والله من زمان من ايام بوجي وطمطم. حبيبتي كل اعمالك هايله. نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله. يعني انا بتوسل اليكي تقفي معايا عشان انا هعمل لابني عمليه زرع قوقع. طيب ممكن استاذ مجدي الصوت بس بعد اذنك. ايوه انا معايا الشيك بتاع التأميم هي العمليه تكلفتها 130,000. انا خلصت الورق بتاع التأمين وطلع لي الشيك ب 90,000. فالباقي انا مش عارفه عشان انا يعتبر انا وجوزي منفصلين يعني هو مش معاك عشان حصلت مشاكل يعني بيني كده انا وهو بس ما فيش طلاق يعني هو احنا بس منعزلين عن بعض. فبالله عليك تقف معايا انا عايزه بس ال 40,000 عشان نفسي ابني بس لو ناديت عليه يسمعني. حاضر بصي بقى انا هقول لك احنا هنناشد طبعا فاعلين الخير عشان هم يتواصلوا معاكي يا فاطمه ويروحوا اللي عايز يعني يتبرع بجزء او بالمبلغ كله يروحوا المستشفى يا فاطمه ويدفعوا الفلوس دي ويتواصلوا معاكي ان شاء الله. ربنا يقدرنا يا رب ان احنا نلاقي ناس ان شاء الله. وانا متاكده ان في فاعلين خير كتير قوي يا جماعه. انتوا شايفين مارك الاخ مارك اتبرع بكام؟ 99% من ثروته. طبعا ثروته كبيره انا ما بقولش نتبرع ب 99 بس لو اتبرعنا بجزء بسيط هيسعد ناس كتير. ولما ام بالذات تقول عايزه ابني يسمعني لما اندهله اظن يعني ما فيش بعد كده يعني. دي ام ونفسها ابنها لما تنده عليه يسمعها، لما ينزل يلعب مع اصحابه يبقى سامعهم، في المدرسه يبقى سامع دروسه. ف يا رب يا رب احنا بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى انه يا فاطمه ان شاء الله انا واثقه ان شاء الله في فاعلين الخير باذن الله يا رب ان شاء الله خير. انت حطيت ايه بقى بسله على ايه؟ على اللحمه. اللحمه اتعصجت كده شويه مش كده يا حماده؟ حسونا عصجنا اللحمه وبعدين حطينا البسله وبهرناها كويس عشان تستوي معانا. حطينا البسله انا سلقها نص غلوه كده عشان تبان ان هي ايه عشان يبقى لونها مخضر حلو كده. مخضر تبقى لونها حلو كده. طيب احنا دلوقتي حطينا حته الزبده هنا. خد بال حضرتك. تمام. وهنحط اللحمه الايمانسي اوعى لازم تقول اسمها اللحمه الايمانسي يا جماعه. اهي اسمعي يا بطه وتعلمي. اتفضل شوف الايمانسي. تعلمي يا بطه. هي دي يا سيدي الايمانسي. لحمه متقطعه شرايح رفيعه يعني مفيش اي حاجه. مش قصه يعني يا بطه. مجدي فصل عليا الصوت عشان ما اسمعلهوش. طب والله يا مجدي انا لما بكون مثلا ايه رايحه اي ريستوران ولا اي حاجه وبعدين ابص في المينيو الاقيه كاتب كلام اللي هو الايمانسي فو بيستيك كوكي بابا اقول له بص تعالى قول لي ايه دي؟ ترجم لي بالظبط. يقول لي دي لحمه برضو بالفوفيي بابولا. طب بص حضرتك جبنا قشطه والقشطه دي عم عمال جايبها ايه؟ لا ما انا لسه هقول لك ما مش كده ما تخبطيش فيا. القشطه دي اصلا مش قشطه بلدي صرف يعني. القشطه اللي في العلب دي. ايوه بص حضرتك هي بتبقى اخف ان هي طبعا. بيدوها ايه؟ مش قشطه كامله يعني. وهنديها بس سنه كريمه لبانه صغيره بحيث ان احنا بنعمل الخليط بتاع اللي هو الرز المعمر. وهناخد شويه زعتر عليها اهو شويه فلفل اسمر. طب حسن اقول لك انا بعمل الرز المعمر ازاي؟ انت حضرتك بتعمليه يعني. نايف ني صح؟ ده معانا الاستاذ مجاهد يبقى دسم قوي. الو ايوه يا فندم. نعم الله عليك يا حبيبي. استر معاك يا حاج. ربنا يستر معانا جميعا. اؤمر يا استاذ مجاهد. أنا رحت عملت عندين في المركز الطبي للقوات المسلحة مية بيضة في عينيا اليمين. وبعدين بعد العملية ظهرت بقعة سودة. قعدت سنة أتردد عليهم ما راحوش. وبعدين رحت عملت عملية في
في المستشفى بتاع التأمين الصحي. ايوه. عملوا معايا اجراءات كويسه قوي وصور وحاجات واشعاعات وتحاليل. تمام. كل الحاجات دي كويسه. تمام. وبعدين ظهر دلوقتي عشان اشوف العلامه اللي هي شفت العلامه بعد الاجراء توصل السلك شفت العلامه الكبيره ما عاد ما شفتش فتحه بتاعتها. طب أؤمر يا فندم، إيه المطلوب مننا؟ أنا عايز أشوف، أنا عايز لوحدي، عندي 93 سنة وعايز لوحدي. يديك الصحة والعافية يا رب. الله يبارك فيكم يا بنتي، الله يرزقها معاك. طب حاضر حاضر، أنت حضرتك بس سيب نمرة تليفونك في كنترول وأنا هنحاول نتصل بأي دكتور عيون إن شاء الله، ربنا يقدرنا يا رب إن شاء الله، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. بص يا أستاذة، معانا ام محمد. ايوه. ازيك يا مدام هالي؟ ازيك يا ام محمد، عامله ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله والله. لسه بتفرج عليكي في حدثه دلوقتي. يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب. خرمش امور يا ام محمد. عامله ايه يا بابا؟ الحمد لله يا قلبي تمام. والله العظيم يا رب يسعدك. الشاشه منوره بصوتكم. والله والله وحشتيني قوي. انت عامله ايه؟ ربنا يخليك الحمد لله. تمام والله نعمه. بقول لك عايزه خدمه منك يا مدام هاله وحياتي النبي. عيني عيني الله عليه الصلاه والسلام. انا معايا جوزي عامل غضروف مرتين غضروف. أيوه. مرتين وكان بيشتغل وبيشتري يعني في المعمار وكده. ايوه. فطبعا اشتغل وحامل على نفسه الغضروف تاني نزل له تاني مرتين ثلاثه تاني. تمام. فطبعا مش قادر يشتغل تاني. حاضر حاضر، هتسيبي نمرتك برضو في الكنترول وان شاء الله نلاقي دكتور يتبرع بان هو يشوف الحاله اذا كانت علاج او جراحه. حاضر حاضر يا محمد. انت عملت ايه بقى؟ بص يا استاذ، احنا طبعا ايه عندنا شويه رز مسويينهم كده لوحدهم. تمام. والرز سويناه ادينا له شويه لبن. يعني الرز وهو بيتسخن واحنا بنسخنه. تمام. اديني قلبت كل الخليط بتاعنا اللي هو اللحمه المفرومه بالرز بالبصل بالبهارات بالبسله بالكلام ده كله. تمام. قلبناه وجبنا القشطه مع الكريمه اللباني وهنبدا نحطها على الوش. نحطها على الوش. على فكره يا جماعه اللي مش غاوي يعني كريمه لباني وقشطه وبتاع ممكن ياكل الاكله دي من غير الكلام ده كله. من غير الكلام ده بس طبعا هي بتبقى جميله بصراحه بالقشطه والكريمه اللباني بس اللباني يعني تديها وش. شوفي يا حضرتك الرز ذات نفسه وما تدخلش الفرن بقى اهو هتدخل يعني 10 دقايق هي مجرد تعمل وش بس. اوكي معانا مين يا استاذ مندي؟ ايمان. الو يا ايمان، حاولي تتصلي بينا تاني ان شاء الله. الو يا ايمان. ايوه انا سامع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ايمان؟ ربنا يخليك. ازي حضرتك؟ ربنا يجازيكي خير يا رب على البرنامج الجميل. جزينا جميعا يا رب يا رب ان شاء الله. بعد اذن حضرتك انا يعني متعشمه في حضرتك خير وفي اي حد عايز يعمل خير. احنا نعرف ناس محتاجين جهاز عروسه. حاضر. يعني هم حالتهم صعبة جدا. حاضر. ومش قادرين يجهزوا البنت وباباها كفيف وكده. حاضر. فأرجوك يعني أي حد هم ناس على قدهم وإن شاء الله مش هيحتاجوا. ربنا يجازيكي خير يعني. يا إيمان إن أنت بتتكلمي بالنيابة عن الناس دي. حضرتك سيبي تليفونك يا إيمان وهنتواصل معاكي في الكنترول إن شاء الله بإذن الله. شكرا يا ايمان. شكرا يا جماعه. شوفوا حتى اللي مش قادر على انه يعمل خير لكن بيدلنا على مين محتاج حاجه علشان نقدر نساهم فيها. يعني انا بشكر جدا طبعا المشاهده الكريمه الاستاذه ايمان على انها بتقول لنا في عيله فيها واحده عايزه تتجهز. وده اللي انا كنت بقوله في الاول يا جماعه انه احنا لازم فعلا نتكاتف كلنا مع بعض يا جماعه. طبعا طبعا. يعني ده جهاز عروسه اعتقد مش هيخلف مش هيكلف القادرين فلوس كتير بس هيبقى في ميزان حسناتهم وهيبقوا
السبب في ان بنت بتتستر وبتتجوز واهلها بيطمنوا عليها. فيلا بقى نشد حنا شويه يا جماعه. الحاج يوسف على فكره بعت غساله و فاكرين يا جماعه الام المثاليه الحاجة عريفة كانت عايزة تكمل جهاز بنتها أو بنت بنتها الأدوات الكهربائية. أنا رحت اشتريتهم بنفسي وهودهم لها إن شاء الله بكرة بإذن الله. جزاك الله كل خير يا حسن. فكانت ناقصها الحاجات الكهربائية فالحاج يوسف مشكورا بعت لها الحاجات دي وإن شاء الله حاج حسن هيوصلها الحاجات دي لحد البيت ان شاء الله. بص حضرتك احنا عشان بطه بس تعرف اللي منسيه بتعمل ازاي عشان تعبها بطه اللي حطك في دماغه يا بطه. هو تعبها نفسيا تروح وتلف في الاستوديو وترجع تقول لي ايه هتعمل ايه. طبعا مش عارف انا ايه القصه. حطينا شرايح البصل وشرايح الفلفل اللي انت قطعتيها حضرتك الوان ممكن في الزبده. ممكن احنا من غير فلفل الوان لو عاوزه يعني لا انا بحب الوانه جدا. هو مفيد جدا وانت عارفه ان حضرتك الفلفل ده من الحاجات اللي ايه الالوان كمان يا جماعه بتدي شكل حلو. نعم. بص حضرتك وقطعنا مشروم عليها وحطينا الزعتر وحطينا الحاجه وسن الكريمه لباني صغير. يا جماعه الخير بدا يهل يا مسهل. الحاجه مروه تبرعت ب 2000 جنيه للحاج مجاهد اللي هو عنده مشاكل في العينين هو الله. نفسه ان هو يشوف الله. فربنا يكرمك يا حاجه مروه متشكرين قوي كتر الف خيرك ربنا يكتر من امثالك يا رب يا رب. يلا بقى العجله تدور. يلا بقى والله العظيم انا ما بقول كده لا بعمل يعني ما بعملش شو في البرنامج ولا بعمل دعايه ولا بعمل اي حاجه بس ربنا يقدرنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان احنا اي طلب يطلب مننا ان شاء الله ان احنا ننفذه يا رب. وحطيت ايه يا بابا كريمه لباني؟ يعني بعد ما حطينا البهارات بتاعتنا والزعتر والكلام ده قطعنا شويه مشروم صغيرين قال يعني عشان يغير شكل الايمونسي وحطينا شويه كريمه لباني. لا ليه نغير شكل وبعدين يا جماعه انا مش عايزه الفرحه بالمتبرعين تنسيكوا فرحتنا بالايمونسي. لا الايمونسي ده له فرحه ثانيه. ايوه انا عارف هو بيفصل والله انا عارف هو بيفصل الصوت عني عشان كده انا عارف والله مش هسيبه يعني. الله مفيش مشكله عادي والله انا باكله عادي كده يعني باكل اللحمه متقطعه. اتاري ده يا منسي شفت ايه ايه انت حسن من بكره بقى عايزين نعمل او من بعد بكره يعني او من بعد بعده زي ما تشوف يعني او الاسبوع الجاي عايزين نعمل بقى اكل من غير لحمه ولا فراخ ولا كده. هنعمل عدس حاضر. العدس في الايام دي يا جماعه هو المطلوب هو المطلوب بجد. الله الله معانا مدام هيام يا هيومه. السلام عليكم مدام هيلو. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام هاله؟ ازيك يا روحي عامله ايه؟ بخير يا شيخ حسن. عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله عندي غياب. الحمد لله بشكرك على الفريق يا شيخ حسن. اوامر يا فندم. سلم ايدك ربنا يبارك فيك. منورة قناة الحياة يا مدام هالة. حبيبة قلبي انت منورة بمشاهدينها. ربنا يكرمك ويديكي الصحة ما شاء الله. ده اقول لك الف الف مبروك البرنامج ناجح وجميل. الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. والاستاذ مجدي والاعداد. اللهم لك الحمد والشكر. وكل القائمين على القناة والله. اللهم لك الحمد والشكر. ربنا يخليك يا مدام هالة. شكرا يا هيومة شكرا يا حبيبتي. الله يخليك شيف حسن. حبيبتي. ربنا يخليك يا شيف بقى عايزين تسلم ونخليك لاولادك راجل لسان عصفور. باللحمه ولا بالفراخ ولا ايوه ايوه بمكعبات اللحمه من ايدين الشيخ حسن البطل. عينينا يا قمر. حاضر. سلم ايدك متشكره قوي. ما عندناش اي لسان عصفور باقي في الثلاجه. ما هو انت بتاخد البواقي دلوقتي. لا ما رخيص يعني لسان عصفور يعني. لا 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 عشان ايه عشان نعمل إيه؟ هو بيتعمل بالفراخ. فراخ لحمه لحمه مفرومه ساده اي حاجه يعني احنا لو جبنا شويه لسان عصفور وشويه خضار زي حضرتك قطعتيهم مع شويه صلصه وحطيناها مع لسان هيبقى جميل جدا على فكره وبيتاكل بيبقى جميل جدا ويخش الفرن ويطلع زي الفل. هنعمله ان شاء الله. يا حسونه يا حلو انت تسلم ايدك حبيبتي حبيبتي يا لولا. بجد انا مش عارف من غيرك اعمل ايه والله يا استاذ. من غيري مش هتعرف تعمل حاجه خالص معروف. استاذ مجدي بيقول لك من غيري اعمل طاجن لسان عصفور على اساس ان انا عصفور يا استاذ مجدي ولا ايه؟ ميرسي يا استاذ اعتبر ده وعد
استاذ مجدي اتغير اساسا. والله العظيم ريحه الرز تحفه يا ابني. سيبنا احنا نقول هو فين بقى اللي مش مقطرين ال الدسم، بس هيبقى الطعم فيه، هيبقى الطعم فيه. والنبي اخويا ناويني الله يسترك. معانا الاستاذ هاني. السلام عليكم. عادي انا بدق لكم يا جماعه، انا مش عشاني. استاذ هاني. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا استاذه هاله؟ ربنا يعزك. حسن حلو زي الفل. الحياه ربنا يبارك. وبشكركم جدا على المجهود الرائع اللي بتقوموا بيه بصراحه، والحاجات الخير اللي انتم بتقوموا بيها، يعني ربنا يجعله في ميزان حسنات كل مين بيساهم ومين بيدعي ان ربنا يتحل مشكلته او اي حاجه يعني. يا رب يا رب. وبشكركم. بالنسبه لام المثاليه، انا والله يعني انا ستي عندها 87 سنه، ربنا يخليها لك يا رب ويديها الصحه والعافيه. يعني زوجها توفى وساب لها استاذ هاني بنات. استاذ هاني تبعت لنا على الاس ام اس. تمام. واحنا هنشوف الحالات اللي عندنا، والفريق الاعداد ان شاء الله باذن الله هيشوف الحلقه. حاضر عينينا، ربنا يخليها يا رب ويديها الصحه والعافيه. يا جماعه عايز اقول لكم، مش عايز اتكلم. حلو قوي، والنعمة حلوة، والميزة اللي فيه كمان ان البصل بيقرش شوية. أيوة. فتحس انه مش مستوي قوي مع الحكاية، بس انت بتاكل البصل مع بسلة، مع لحمة مفرومة، مع أرز. أرز. مع أرز مع كده، هي حكاية كده. لا لا حلوة جدا بجد. تسلم ايدك يا شيف. ميرسي يا عمر صراحه، يعني الله يبارك فيك يا رب. عيني يا باشا. شو بيقولوا لنا؟ سيبنا شويه وانا هاكل البتاع ده كله. ده انا عصفوره. عصفر ده انا بص واخده يعني. ده يا استاذ مجدي كده، الاستاذه ما عملتش حاجه. اه والله ما بتاكل، حتى بانجر وفي جلايه في النص، في جلايه حبنا. لا يا باشا اركحهولك. تمام. انت بتبوظ الدنيا صح، بتقعد تلعب وتنكش يعني. الطبق يبقى هنا، الاستاذ مجدي يبقى مركز الكاميرا عليه، تروح وين وموجه هناك. مش عارف انا ليه كده، انا عايزاك كده تبقى حلو. إيه كده اهدى شويه، تبقى حلو إيه كده. اهدى شويه يا عم حسن. واللحمه دي استوت ولا هتقرش؟ تعالي دوقي. نعم يا فندم. اتفضل. نعم مش قادر. طبعا انا فاهم. حاضر يا باشا. طبعا انا فاهم. ها لا عشان ما استويتش. ولا اجباري ولا ايه؟ لا وانت عايز. طب هات شوكه، هات شوكه، ما تقعدش بقى تتنطط علينا. يا رب يا عم انت بتصطاد، ما تجيب حته لحمه وخلاص. انت طب انت عمال يقلب ويصطاد لي حته لحمه مستويه. لا والله مش الموضوع. امال ايه؟ بسم الله. إيه إيه. بسم الله بسم الله بسم الله. ايه ايه ما كلش؟ لا بقول لك بسم الله. سم الله بسم الله. ما لازم الوقت. طيب هو في انت بترعب؟ حسن وجهي كلام لفاطمة. ايه الاخبار الحلوه دي؟ هبه من اسكندريه متبرعه للحاج مجاهد. الله اكبر. الله يكرمك يا هبه، وشكرا وجزاك الله كل خير، وربنا يكتر من امثالك يا رب. اسمها هنيه مش هبه. انا اسفه، اصل بعد عنك يا اختي كنت بندغ فالكلام دخل في السنان. هنيه شكرا يا رب يا رب. ايوه كده. وتجهيز العروسه بقى يا رب يا رب ان شاء الله نايمين. وهتحط الصوص ده على الحركات. طب ما تحط الصوص ده يا معلم على الرز. حاضر. لا ولا ايه اللي انت عاوزاه؟ لا والله والله هو المفروض يحط بفولة كده جنبه يليق. بتاخد شويه لحم بس، اصل الصوص هنا كتير، فيا ريت نطري ده شويه. نطر بالصوص ده. يا سلام. الله الله العب بقى. الله الله الله. والله يا جماعه انا عملت اضافه. استاذ مجدي شوف يا استاذ مجدي عشان انا اللي قلت له ولا ايه؟ طمر الله يخليه.
عشان الله يخليك يا استاذ. ايوه كده عشان تعرفوا بس الشغل اللي بتعمله استاذ. والله البتاعه دي بتتحط واول ما بنبتدي نضرب الاكل تروح اوعي معطلانا. الحمد لله رب العالمين. النهارده الحلقه بتاعتنا فعلا فيها كتير من التفاؤل وكتير من فعل الخير، فانا بشكر فاعلين الخير جدا جدا جدا، وبشكر كمان الدكتور احمد السبكي ودكتور عبد اللطيف لانهم ادونا جرعه تفاؤل زياده وكتير، بشكرهم جدا جدا، وبشكر الساده المشاهدين جدا، وبشكر جدا جميع العاملين معانا في الاستوديو، لانه اكيد الثواب اللي احنا بنعمله او الخير اللي احنا بنعمله هم برضو طرف فيه. وبشكر فريق الاعداد، وبشكر المخرج المتميز مخرجنا الاستاذ مجدي، وبشكر قناه الحياه القناه رقم واحد في مصر، ان شاء الله يا رب تبقى القناه رقم واحد في العالم العربي كله، وتحيا مصر.